عليهم الابطال. دي عمليات بطوليه جباره، انا ما كنتش اعرف ان كل ده حصل. ايه رايكم بقى يا اولاد في جيش بلدنا العظيم؟ ايه ده، ازاي قدروا يقوموا كل المسافه دي من غير ما يتعبوا؟ ده انا سباحه وبعوم 200 متر بالعافيه. احنا نفسنا نشوفهم ونقابلهم الابطال دول، وعايزين نسالهم ازاي كان عندهم الاراده والقوه والعزيمه دي كلها. ثانيه واحده بس، كل اللي انتوا قلتوه وكل اللي حصل ده برضو ما بيقولش ان احنا كسبنا الحرب. صحيح يا عادل، لان كل اللي حصل ده كانت عمليات تجهيز للحرب فقط. طب وبعدين حصل ايه؟ حاربنا ولا اكتفينا بمجموعه العمليات دي؟ طبعا يا اولاد طبعا حاربنا، بس كان في ناس قليلين وسط الشعب ما كانوش مصدقين اننا نقدر نحارب ونرجع ارضنا. ناس مش قادره تشوف غير اننا اتهزمنا وبس. زرعوا فينا حاجه اسمها الانتحار القومي، خلونا مش بنصدق حاجه خالص، بنشكك في كل اللي حوالينا وما عندناش امل في بكره ولا حتى بنثق في بعض. ودي حاجه فضلوا يدبروا لها على مدى سنين فاتت ولسه برضه مستمرين. ما بقالهم 3 سنين عمالين يقولوا هنحارب هنحارب وما بنحاربش. مفيش امل يا نبيل، مفيش امل. انت مالك يا جدع انت؟ احنا في محطة اتوبيس ولا اسمع اللي انا عايزه. بس يا حسن ملاش دعوة بيه. مش شايف يا مينا؟ خلاص بقى يا دفعة، سيبه في حاله واحنا في حالنا يا جدع. اهدى اهدى يا دفعة، في ايه؟ انت عصبك كده ليه؟ اقعد يا دفعة. اهدى يا حسن، انت متصاب. وبعدين فك التكشيرة اللي على وشك دي شوية يا جدع. بحاول يا مينا بحاول، بس انا حقيقي مخنوق ومتضايق جدا. معلش، ان شاء الله بكرة ربنا هيفرجها وهتتعدل. بيقولك تتعدل؟ تتعدل ازاي يا نبيل واحنا مش هنلاقي ناكل؟ ازاي الكلام ده؟ وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصل انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة التموين، قال لي ان القمح كله غرق في البحر، مش هنلاقي ناكل يا نبيل، مش هنلاقي ناكل. ايه ده؟ معقولة الكلام ده؟ مصر ولادك يموتوا من الجوع. مفيش امل يا نبيل، مفيش امل. تعرف يا مينا انا ايه اكتر حاجة مضايقاني؟ ايه يا صاحبي؟ اني نزلت اجازة وانا كان كل حلم ان افضل على الضفة ويجي اليوم واحارب. ما تستعجلش يا حسن، ان شاء الله اليوم ده هيجي هنحارب وربنا هينصرنا عليهم. ربنا هينصرنا عليهم ازاي والعساكر واخدين اجازات وقاعدين على القهاوي بيشربوا شاي وقهوه يا نبيل؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصل انا ليه ابن خالتي ظابط في الجيش لسه موصله اول امبارح، طالع عمره رمضان عقبال عندك. عمره رمضان؟ ايوه. لا كده ما فيهاش حرب خالص بقى. ما فيش امل يا نبيل، ما فيش امل. تعرف يا مينا لو قدرنا نوصل لحل في موضوع العبور ده هنشيلهم من فوق وش الارض. بس هنعدي القنال ونوصل للضفه الشرقيه للقنال. ازاي يا دفعه؟ هنعديها انا وملايين زي جوانا نار، مش هتهدى ولا هتنطفي غير برجوع ارضنا وحقنا. كلنا كده يا حسن، كلنا كده. بس المشكله ان مفيش حد معانا، العالم كله معاهم. بس احنا معانا ربنا والحق، غير اهلنا في سينا اللي حافظين الارض شبر شبر. هم وجنودنا عندهم استعداد يموتوا علشان خاطر البلد دي. كله هيموت، كله هيموت يا نبيل. ازاي الكلام ده؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصل انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة الصحة، قال لي ان في فيروس منتشر اسمه التيتانوس. التيتانوس ده؟ ده فيروس قاتل، عشان كده بيطهروا المستشفيات بالفينيك وبيفضوها عشان اللي هيموتوا بقى. تيتانوس؟ وانت ما بتقراش جرايد؟ ببيعها بس. يا ساتر يا رب، انت وشك اصفر. ايه؟ انا تعبان وحاسس ان انا سخن. انا هاخد اجازه. اجازه ابديه ان شاء الله. ابديه؟ ايوه، لما يجوا يطربوها فوق دماغك انت ونبيل. طب وانت؟ انا هروح عند ابن خالتي اللي عايش بره مصر، قيمه 50 60 سنه كده، لما العساكر يخلصوا اجازات. بس يا حسن ما تخليش اللي زي ده يكون له تاثير عليك. اللي زي ده عمره ما يعبر عن الشعب المصري، وانا واثق في ربنا وفي شعبنا وفي جيشنا، واننا باذن الله اكيد هنحارب وهنحرر ارضنا ان شاء الله. هنحارب هنحارب وقريب قوي. ده احنا في رمضان يا نبيل، هو في حد بيحارب في رمضان يا نبيل؟ لا دي جديده دي بقى. عمرك شفت حرب في رمضان يا نبيل؟ لا. الحرب في رمضان هي حرب الشهوات، حرب النفس، انما مفيش حد بيحارب في رمضان. يمكن بعد العيد، بعد 50 60 سنة كده ربنا يدينا ويديك طولة العمر. بقولك هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب.